شعور غريب أن يستيقظ الإنسان في سرير مجهول. انتفضت أليس ونهضت بعصبية، عاقدة اليدين على الشراشف ومحدقة بالأيقونة التي نصبتها أشعة الشمس. كم هي بعيدة عن شقتها العارية المغلفة جدرانا وأرضا باللون البيج الباهت. قفزت من السرير وارتدت مئزارا خفيفا وخرجت إلى الشرفة لتترشق هواء الصباح المنعش. فرأت ستيفان واضعا على كتفه منشفة ويتحدث مع رجل عجوز حاملا المجزر الذي يقطع العشب. وبعد قليل اختفى ستيفان وراء قنطرة، ربما لأخذ حمام صباحي. أمسكت بشدة بدرابزين الشرفة وتساءلت لماذا لم يقترح عليها مرافقته. كان الصباح رائعا والضوء خافت بعض الشيء وراء سحابة حقيقية آتية من البحر في الحدائق المليئة بالأشجار، أشجار البرتقال والحامض والأكاميا والزهرور والياسمين. تزقزق العصافير بقوة وراء أشجار الصنوبر التي يلاعبها النسيم الخفيف. كانت ترى زرقة البحر الزمردية وراءها أيضا. يا إلهي كم هذا مثير وشديد الإغراء، لما لا؟ لقد قال لها ستيفان أن تعتبر نفسها ضيفته. هي تحب السباحة وليست مثل ألبرتا تذهب إلى البحر فقط من أجل عرض بزتها الجديدة. ارتدت بسرعة بزة السباحة البيضاء وانتهلت صندلا ملونا. لم تجرؤ على أخذ المصعد وحدها فنزلت من التلة. في الطريق الصخري واضعة منشفة زرقاء على كتفيها توقفت لحظة على الساحل وخبرت بها رائحة الصنوبر. الأمواج ترتطم بالصخور فيتطاير الزبد الكثيف. لم تنسى أليس تحذيرات ستيفان حول وجود التماسيح في البحر، لكنها ستسبح هي بحذر ومن دون خوف. ألم يكتب أوسكار وايلد مرة أن الخوف قلقل الوجود؟ الخوف من التماسيح ومن يوناني شرير، كل ذلك جعل قلب أليس يخفق بسرعة جنونية. وما إن وصلت إلى الشاطئ حتى رست بمنشفتها على أغصان شجرة التمر الهندي وخلعت حذاءها وركبت نحو الساحل. دخلت الأمواج، دخلت في البحر الفاتر بلذة كبيرة وتركت نفسها تتأرجح داخل الأمواج، ثم غطست وسبحت في عرض البحر باتجاه الزورق الراسي على بعد بضعة مئات أمتار من هنا. يا لهذا الهدوء الرائع وهذه النعومة وهذا السكون. حاولت جاهدة أن تفرغ رأسها من كل الهواجس والأوهام وتستمتع بعذوبة الهواء وروعة المياه، لكنها لم تتحمل. كانت ترى من جديد حياتها الرتيبة في لندن بحيث العمل الكثير والتسلية النادرة. ثم تذكرت حادثة اختطافها إلى هذه الجزيرة النائية على يد يوناني عديم الذمة. من المستحيل أن تطرد من رأسها مشهد مساء أمس. لا شك أن ستيفان سخر منها عندما حدثها عن الزواج. هل فقد عقله؟ لمجرد التأكد من الشبه الغريب بينها وبين خطيبته الراحلة يطلبها للزواج. ظلت تسبح والأفكار تطاردها من تحت المياه العذبة، وفجأة انتفضت لإدراكها المسافة القليلة التي تبعدها عن الزورق. قررت العودة إلى الشاطئ، لكن فات الأوان إذا سمعت صوتا يقول إياكي من الزورق. مسحت عينيها ورأت ستيفان مستندا على درابزين السفينة، أضاف يقول هل جئت للقاء الذئب الكبير الشرير؟ هزت رأسها سلبا فاكتفى بالضحك، ثم رمى في الماء سلما من الحبال. ترددت وهي تسبح فقال هيا أسرعي وإلا ستجذبين التماسيح. أطاعته وصعدت إلى السلم فرافقها إلى سطح الزورق، وفي ابتسامة ساخرة لف ذراعيه خصرها وضمها إليه وقال لو عرفت أنك تحبين النهوض باكرا لاقترحت عليك أن ترافقيني، هل نمت جيدا؟ قالت بصوت بارد ومتوتر جيد جدا شكرا. هل تمكنت من النوم بسرعة؟ من الصعب أحيانا النوم بسهولة في سرير جديد. هل تقلبت كثيرا في فراشك؟ كلا أبدا. كانت تعرف جيدا أن اهتمامه لم يكن إلا ظاهريا، ثم أضافت تقول كنت مرهقة وما إن وضعت رأسي على الوسادة حتى نمت كالقتيلة. رفع حاجبيه بسخرية وقال كنت أتصور بأنك من النساء اللواتي يقرأن قبل الذهاب إلى عالم الأحلام، لكن هذا غير وارد عندما أكون متعبة.
لا تريد أن تصرح له أنها رأت الكتاب الموضوع على الطاولة قرب سريرها. قالت: عندما لا أتوصل إلى النوم أقرأ قصة بوليسية. كنت أتصور بأن النساء يحببن قراءة القصص العاطفية، أي قصص الحب والنهايات السعيدة. بالنسبة إلى فتاة عانس، الكتب البوليسية تمنحها هربا ومخلصا غير سيء. الحب الأبدي في ديكور ساحر وقصص الحب، والحب الكبير أمور لا أؤمن بها. ضمها إليه بشدة وقال: أشعر برغبة في أن أبرهن لك عكس ما تقولين وأجعلك تصرحين لي بأنك قلبت صفحات هذا الكتاب. احمرت بعنف وقالت: أنا تخجل من اقتناء كتاب كهذا ثم وضعه في متناول الجميع. لا يوجد في هذا المنزل أطفال يا أليسيا، أي في الوقت الحاضر لا يوجد هنا إلا رجل وفتاة ناضجة في 24 من عمرها. حان لك أن تتعلمي ألا تخجلي من أمور مهمة في الحياة أيتها الطاهرة الصغيرة. تحبين أن تدعي البحر يداعبك، إذا لماذا لا تسمحين لي أن أفعل كالبحر؟ أنت تعرف كيف تسخر مني، أليس كذلك؟ أتركني أرجوك. لماذا جئت إلى الزورق إذا لم يكن في نيتك أن تكوني وحدك معي؟ لم ترد، فأضاف يقول من دون أن يبعدها عنه: هل جئت إلى هنا لإقناع الطاهي أن يعيدك إلى أثينا؟ وماذا ستقدمين له تجاه هذه الخدمة؟ هذا الجسم الجميل النحيل والذي يرتجف تحت أصابعي. قالت بذعر: كيف تجرؤ على قول هذا الكلام البذيء؟ هل تتصور للحظة بأنني سأتزوج من رجل كريه مثلك؟ أبعدها عنه فجأة، فأحست بارتجاف في قدميها وكادت أن تسقط، لكنها تمسكت بالدرابزين لا تجرؤ على النظر إليه، فقال بصوت هادئ: هل أهنتك إذ رغبت في الزواج منك؟ كان متوترا وغاضبا وهو ينظر إلى المياه الجامدة، فقالت: لا شك أنني فتاة غير عصرية وذات نظرية قديمة، لكنني أؤمن بالحب وبالحب المتبادل. وتخافين الانطلاق في المجهول؟ بلعت ريقها وقالت: طبعا. قال ساخرا: هيا لا تدعي بالبراءة، فالجواب على البرقية سيوضح لي فيما إذا كنت تمثلين علي أم لا. على كل حال أيقظت في مشاعر كنت أحاول جاهدا خنقها. أنت تعيشين في إنجلترا حياة ضيقة ومن دون فائدة، إذن لماذا لا أطلب منك أن تحبيني حتى العبادة؟ لكنني أريد منك الإخلاص، بالنسبة إلى اليونانيين الزواج شيء مقدس. كانت نبرة صوته جافة وخالية من أي حرارة أو حنان، إنه يقترح عليها صفقة بسيطة. حدقت أليس فيه بنظرة ضائعة. هذا الرجل لا يحبها ولن يحبها، لا يرغب إلا بشيء واحد وهو أن يجد بين ذراعي أليس قليلا من تمارا، تمارا المرأة التي أحبها من كل أعماقه. شعرت فجأة برغبة ملحة في التخلص منه والهرب، فلن تدعه يقنعها بأن الانجذاب الخارجي بإمكانه أن يحل مكانة الحب القوي الذي حلمت به كل حياتها. صحيح أن أليس تشعر بوحدة غريبة، لكن ذلك ليس سببا لتقبل عرضه الغريب والخطر. ومن دون تردد غطست في البحر وابتعدت عن الزورق كأن الشيطان يلاحقها. بعد ثوان سمعته يتبعها. كانت أليس سباحة ماهرة، لكن ستيفان رياضي كبير. بعد قليل اقترب منها فصرخت بأعلى صوتها: لا تحاول إيقافي، هذا ما لا أنوي فعله. أكمل السباحة بعزم، وعلى بعد 400 متر من الساحل لاحظت أليس أنه يبطئ وهو يسبح وراءها، وفجأة أمرها بصوت هادئ: والآن اسبحي بسرعة قدر المستطاع ولا تخافي، تصوري أنك في صدد الحصول على ميدالية ذهبية. ألقت نظرة خاطفة إليه للاستفهام، وفهمت أنه لا سبب في أن تسأله لماذا طلب منها الإسراع، لأنها رأت على بعد أمتار وراءهما زعانف تمساح، فاحتلها الخوف وشلت للحظة. فانتبه ستيفان لحالها فاقترب منها وهزها قائلا بصوت ملح: أسرعي لكن بنعومة، أنا سأتبعك.
كان ستيفان يتبعها وقدماه الطاولتان معرضتان لفم التمساح الذي وراءه. بحياتها لم ترى أليس إنسانا يتصرف بشجاعة مترفعة دون مبالاة بحياته. كانت تبكي بعصبية وهي تسبح بكل قواها. كلما أسرعت كلما كان ذلك أفضل لستيفان الذي كان يحميها من التمساح مجازفا بحياته. يا إلهي، شرط أن يصل إلى الساحل قبل أن تنغلق أسنان الحيوان على قدميه، صرخ ستيفان قائلا: تحلي بالشجاعة، بضعة أمتار وننجو. ولما خرجت أليس من الماء كانت فاقدة الأنفاس، ارتمت على الرمال وهي تنتفض ارتعاشا. في الهواء الساخن كل شيء يبدو خانقا. ولما استعادت أنفاسها رفعت عينيها نحو مخلصها والواقف قربها بشعره المبلل والذي يقطر على وجهه، والشمس تلمع على كتفيه العريضتين المبللتين. قال وهو ينظر إليها: السماء كانت معنا، ربما هذا التمساح لم يكن جائعا، لكن هذا السباق يستحق ميدالية. اشتبكت نظراتهما وبحركة سريعة أوقفها وضمها بشدة إليه، وراح يعانقها وهي تعانقه بشغف، وهذا ما يحصل لها لأول مرة. ثم دفعها فجأة وقال: الخطر بإمكانه أن يحرر المرأة من الغرائز المكبوتة. حافظي على فضيلتك يا أليسيا الصغيرة، لن أستغل أي لحظة ضعف تأتي منك. باضطراب نظرت إليه مطولا، ثم أزاحت نظرها خوفا من أن يقرأ داخل أفكارها، فقالت له بصوت متقطع: تسبح جيدا كالأبطال، كان باستطاعتك وبسهولة أن تتركني، ولا أحد سيعرف ما جرى حتى ولو ابتلعني التمساح. لا أحد بالفعل، لندخل الآن إلى المنزل ونأخذ دوشا ونتناول الإفطار، تعالي. تقدمته، وحين وصلت قرب شجرة التمر الهندي تناولت أليس من شفتها ومدتها إليه كي يلف جسمه، فقال بجفاف: شكرا، هل بادرتك للحشمة أو العناية بي؟ أنت تعرف جيدا ولا سبب للسخرية، أعتقد بأنني لا أتصنع الحياء. أأمل ذلك يا أليسيا من أجلك أنت. أدخلها إلى غرفة المصعد وهي ترتجف من لمسته. لا تنظري إلى نفسك بخفة يا أليسيا بحجة أن أختك جميلة وتلفت الرجال. الجمال الحقيقي عند المرأة هو القدرة على الحس بالأشياء بعمق. نعم، الجمال ليس كل شيء. وراح يداعب عنقها ويهمس قائلا: حسب رأيك ماذا يطلب الرجل من المرأة؟ أن تكون مبهجة ومنفتحة وقابلة للتأثر لمديحه. أنك فكرت جيدا بالسؤال. لو لم يكن لديك سبب وجيه للتعرف إلى أليس شيلدون لما لفتت نظرك فتاة مثلي باهتة نزلت في فندقك. أمسكها من خصرها وهزها وقال: لكن المرأة ليست قبيحة إلا عندما تكتم عواطفها وتخبئها كالمجوهرات النادرة. لقد أزدلت شعرك ذلك المساء وخلعت نظارتيك، لأي سبب؟ هل فعلت ذلك لمعرفة ردة فعل الخادم الذي يدخل إلى غرفتك؟ كلا، كذبة بسيطة، لقد استحممت وتعطرت وارتديت ثوبا خفيفا شفافا، هل فوجئت لدهشتي؟ كنت تريدين ذلك، كنت تريدين تجربة أسلحتك، اعترفي بالأمر. ما تقوله خطأ، لقد اشتريت هذه الملابس الجميلة وشعرت برغبة في ارتدائها. لتشعلي قلوب الخدم وفي غرفتك أيضا. إنه خبث المرأة التي تتصرف في الظاهر كأنها محاطة بحاجز مكهرب. هذه القسوة الرهيبة جرحتها عميقا وعبر ظل حزين في عينيها البحريتين، فارتعشت لا إراديا فابتعد عنها وفتح باب المصعد. ولما دخلا قلبه التقيا بكاثرينا والتي لم تخفي دهشتها لرؤية ستيفان لفا جسمه بمنشفة، فقال لها ببساطة: كنا نسبح، ستأخذ الآنسة شيلدون فطورها في غرفتها، فاجلبي لها شيئا مريحا وقهوة ساخنة، لا شك أنها جائعة لشدة الانفعال. لقد التقت للمرة الثانية في حياتها بالتمساح، ولحسن الحظ إن هذا التمساح لم يكن راغبا في قضم شاب بأسنانه. حبست أليس أنفاسها ورمقتها بنظرة غامضة قليلا. اصعدي إلى غرفتك وخذي حماما ساخنا واسترخي،
سأراك بعد ساعة وأخذك في زيارة في أرجاء المكان. جيد جدا، شكرا. أليسيا، أنت لا تعرفين مقاومة انفعالاتك. لو قررت البقاء على متن الزورق لسبحت باتجاه التمساح دون أن تريه. أنت ضعيفة النظر، لا تنسي. كانت أليس متوترة ولا ترغب في مناقشته، فصعدت إلى غرفتها وقدماها ترتجفان، لكنها شعرت بفرح لهدوء غرفتها وهدوء أفكارها. استحمت وهي تقلب في رأسها المشكلة التي لا حل لها. فجأة أدركت أمرا مهما. لماذا رمت حالها خارج الزورق لو لم تكن تشعر بأن مقاومتها بدأت تضعف؟ هذا الرجل اليوناني أيقظ فيها عالما واسعا من الأحاسيس التي كانت تجهلها. مرة أخرى تساءلت أليس فيما إذا كان سيسمح لها ستيفان بالذهاب متى جاء رد ألبرتا، مؤكدا أنها لم تكن أبدا خطيبة إيونيت ديميسكينوز. ارتدت فستانا خفيفا من القطن المقلم بالأخضر والأبيض ورفعت شعرها لئلا تشعر بالحر، ثم جلست على الشرفة بانتظار فطورها. وبعد دقائق دخلت هيلدا حاملة صينية الطعام. في عيني الخادمة فضول واضح، لا شك أن خالتها أخبرتها بأن رب المنزل عاد من الشاطئ برداء خفيف. هذا يعني أن بينه وبين الفتاة صداقة حميمة. سألتها هيلدا وهي تسكب لها القهوة الساخنة، آمل ألا يكون التمساح قد أخافك كثيرا يا آنسة. جلست أليس أمام الخبز المحمص والعجة المعطرة وقالت، لحسن الحظ لم أكن وحدي عندما ظهر التمساح فجأة، وإلا لشعرت بالذعر. ولفت انتباهي هذا الحيوان الكثير، كان علي أن أحافظ على برودة أعصابي، وإلا اضطر السيد كاساندروس أن يصرعني بضربة على رأسي. بدأت تفهمين رجال بلادي. هل تعنين بذلك أن على النساء الانحناء أمام الرجال هنا؟ في الحقيقة لا ترغب النساء إلا بذلك. لماذا لا تترك للرجال حرية إدارتنا؟ إنهم الأقوى، لكن دور المرأة ليس أقل أهمية، بل هو مختلف وحسب. الطبيعة تعرف ما تصنعه. الأنثى عندنا أنثى والرجل رجل. ابتسمت أليس وقالت، في كلامك حكمة كبيرة، لكن ليس على المرأة الخضوع للرجل كليا، فهي متساوية معه وليست عبدته. على المرأة أن تشعر الرجل بأنها سعيدة في الارتكاز عليه يا آنسة. أجابت أليس بزفرة صغيرة، لم يحدث لي ذلك أبدا. هل أنت مغرمة يا هيلدا؟ نعم أنا مخطوبة. لمعت عينا الخادمة اليونانية وأضافت، كان عمري 15 سنة عندما تواعدنا على الزواج. إلياس يعمل في الخارج، سنتزوج عندما يحصل على المال الكافي لبناء منزلنا. هل أنت مشتاقة إليه؟ كثيرا يا آنسة، البعد قسوة، لكننا مصران على بناء منزلنا قبل البدء في تأسيس عائلة. نحب بعضنا البعض ونفضل أن ننتظر حتى ينضج التين قبل قطفه فيصبح حلوا كثيرا. بعد ذهاب هيلدا فكرت أليس بموضوع الحديث الخاطف بصدق وبإلحاح. نعم الطبيعة تعرف ما تصنعه. كانت أليس معجبة بالجمال وكانت تستمتع بكل أحاسيسها بعظمة الجزيرة ونقاوة الهواء البحري وحفيف النسيم في الصنوبر وبوجود الضوء على الأزهار الغامقة وكل هذا الجمال الساحر. لأي سبب ولمن؟ بالنسبة إلى ستيفان التين ما زال أخضر وتمارا ماتت ولم يعد قادرا على العيش وحيدا مثل أي إنسان يريد الزواج وإنجاب البنين، لكن بالنسبة إليه الحب غير وارد. استرخت أليس في مقعدها وفي ذهنها تدور الحوادث التي حدثت في الصباح. ما زالت ترى كيف عرض عليها ستيفان الزواج الصفقة، يأمل حقا في إقناعها. ومن جهتها هل ستتمسك كل حياتها بالحلم الذي يتوق إلى حب قوي؟ منزل كهذا وزوج كستيفان كساندروس وجزيرة نائية هادئة، أمور تدعو إلى التفكير. وماذا إذا كان لا يحبها؟ وهذا لن يمنعه من إنجاب البنين. فكرت بعناقه فاجتاحتها رعشة حلوة عبرت كل أنحاء كيانها. لكن هل بإمكانها أن تتحمل وجود ظل تمارا في هذا المنزل كتهديد مستمر؟ لن تحصل على قلب ستيفان أبدا. كلا، هذا الزواج غير وارد. حال إقامتها أن تنتهي قريبا في الجزيرة.
المقاومة قدر المستطاع ضد الانجذاب الذي تشعر به تجاه ستيفان. لا شك بأن حياة وحيدة موحشة بانتظارها، لكن ذلك أفضل بكثير من تقمص شخصية فتاة ميتة. راحت تضرع الشرفة بخطوات عصبية، ما دام لا يحبها فلن تتزوجه. ستعود إلى لندن وهو لن يتأخر في إيجاد فتاة من جنسه، فتاة بسيطة وغير متطلبة. أسندت ظهرها إلى الدرابزين مانحة وجهها للشمس، كل كيانها يتوق إلى حب قوي متبادل، ولن تهمل أبدا حلمها. الطقس صافي ولا ريح في الأفق، رائحة الصنوبر الزكية تعبق في الجو الحار والسماء تتوهج فوق الصخور. النوارس تحوم فوق الماء مطلقة أصواتها الحادة، ويوما بعد يوم يزداد تأثر أليس بهذا المنظر الرائع وحماسها لهذا الجمال الخارق، فلا تمل لحظة من تنشق رائحة الأزهار العطرة والتي تفوح من شجر الليمون والزيتون والصنوبر. وخلال أسبوع فقط تمكنت أليس من اكتشاف أبعاد وأعماق هذا الدير القديم. بيوت المؤني في السقوف والزوايا الغربية والتي تصل بالشرفات الصغيرة تطل على البحر بمناظره الخلابة المتنوعة. أما خزائن المطبخ الشاسع المبنية من البلاط الأحمر الغامق فكانت مليئة بمحتويات ومنتجات الجزيرة. زجاجات الشراب والمربى والأوعية الزجاجية التي تحتوي على الفاكهة المجففة والخضر على أنواعها. كما كانت أليس تعشق أيضا التنزه في الحدائق المحاطة بالجدران الصغيرة والمتصدعة، وفي المروج مزيج من الألوان، زهر اللوز الأبيض وزهر الرمان الأحمر والفستق الوردي، وتحت الحجارة والحصى تنبت الأزهار والنباتات والتي تتراوح ألوانها من الزهر العاجي إلى الأزرق الغامق مرورا بالأحمر الغامق والبرتقالي الناري. في هذه الجنة الغريبة يتوصل الإنسان إلى الإيمان بالأساطير الخرافية. ألم تظهر أفروديت من الأمواج والزبد لا ترتدي سوى شعر ذهبي؟ خرجت أليس إلى الشرفة ورفعت نظرها نحو السماء المخططة بالأحمر الأقحواني. كانت شمس المغيب مصبوغة بالأحمر وتنعكس على ثوبها الحريري الأخضر المخرم. في الجو الثقيل تفوح رائحة الصنوبر والطحالب البحرية. ارتعشت لرؤية السماء التي تنذر بعاصفة، فهي قلقة ربما لأن الزورق أبحر اليوم لاستلام الرد على البرقية التي أرسلها ستيفان قبل أيام معدودة، فسيعرف عما قريب اسم خطيبة ديمسكينوز الحقيقي وسيضطر للسماح لها بالرحيل. فجأة أرعدت السماء معلنة بدء العاصفة. السماء والبحر أخذا لونا واحدا وهو الأحمر البرتقالي. الشمس اختفت وراء الغيوم السوداء الكثيفة. تهيأ لأليس أن الأرض ترتجف تحت قدميها، أم هي ترتجف لمجرد التفكير بما سيكلمها به ستيفان بعد أن يستلم برقية ألبرتا. آتية أدركت أليس سبب توترها، ففي الجزيرة لا يشعر الإنسان بمأمن من الخطر. قررت التوجه إلى قاعة الاستقبال. في المدفأ يشتعل باستمرار حطب الحور العطر، ربما تشعر هناك بالدفء والاستقرار. وقفت جامدة مكانها فجأة في منتصف السلالم، إذ رأت ثريا نحاسية تتأرجح فوق رأسها كجرس صامت ضخم. أمسكت طرفة نواتها الطويلة وهبطت السلالم الباقية كأن حيوانا مفترسا يتبعها. وصلت إلى الطابق الأرضي لاهثة فاقدة أنفاسها، وإذا بها تسمع صوتا، فظهر ستيفان في الحال من الباب المقنطر. لم يكن وحده، بل يرافقه أحد أبناء عمه ويدعى ألكسندر كاساندروس، المسؤول عن المحاسبة في سلسلة الفنادق والتي يملكها ويديرها ستيفان نفسه. تجمد الرجلان لدى رؤية أليس في هذه الحال من ضيق النفس، فقالت بصوت لاهث: انظر انظر ماذا يحدث. وبإصبعها كانت تشير إلى السلم، لكنها لم تصدق ما رأت. كانت الثريا جامدة كجمود الحجر. هل كانت تهلوس؟ سألها ستيفان: عما تتحدثين؟ رأيت ثريا تتأرجح بشكل يدعو إلى القلق،
وتصورت أن هزة أرضية قد وقعت. تقدم ألكسندر بضع خطوات ورفع عينيه، ثم التفت بآليس بابتسامة لطيفة وساخرة وقال: لا شك أن ذلك من صنع مخيلتك. كنت أقول دائما لستيفان أن هذا المنزل في الليل يعطي انطباعا بأنه مسكون. هو ذات مساء رأيت في الممر ظل راهب يلحق بي. عضت أليس على شفتيها ورمقت ستيفان بنظرة سريعة. لما رأت فمه المجدود وعينيه القاسيتين فضلت عدم الإصرار وقالت: هناك على الأقل عاصفة، أليس كذلك؟ يمكنني أن أكون مخطئة هنا. غياب الشمس كان منظرا رائعا، رأيت البرق وسمعت الرعد. وافق معها ألكسندر إذ قال: نعم السماء مشتعلة. قال ستيفان وهو يحدق بأليس: ربما يكون نهار غد يوما لن تنساه. راح قلب الفتاة يخفق بضربات سريعة، وتأكد لها أن ستيفان حصل على رد ألبرتا، والذي لا شك يؤكد صدق أقوالها. مظهر ستيفان القاسي لا يمكن أن يعني سوى شيء واحد: خاب أمله من تحقيق الثأر، وسيضطر إلى أن يفي بوعده ويطلق سراحها. اقترح ستيفان وهو يتوجه نحو الصالون قائلا: لنأخذ شرابا الآن. ولما دخلت أليس أمامه إلى قاعة الاستقبال راح ينظر إليها بتفصيل، ثم قال: أنت رائعة هذا المساء يا أليسيا، ومن يراك يعتقد أنك ارتديت هذه الملابس الأنيقة للاحتفال بشيء كبير. رمقته أليس بنظرة سريعة: ما باله هذا المساء؟ لماذا هذه النظرة التهديدية؟ عليها الحذر. ابتسم ألكسندر وقال: هل المرأة بحاجة لحجة أو لسبب كي تبدو بمظهر جميل؟ لو لم تتمتع المرأة بشيء من النرجسية لكانت حياتنا تافهة نحن الرجال. لا تدع جو الدير يؤثر بك حتى العدوى يا ستيفان. ليس هناك أي خطر يا صديقي، لا تخف. قدم ستيفان الشراب وجلست أليس في مقعد مريح وتساءلت: لماذا ارتدت ملابسها هذا المساء بشكل أنيق كأنها تستعد لسهرة كبيرة؟ ولماذا رفعت شعرها كعكة معقدة للاحتفال برحيلها من سوليتاريا؟ إذا حصل ستيفان على جواب ألبرتا ستكون هذه الليلة ليلتها الأخيرة على الجزيرة. ربما تعود غدا إلى أثينا مع ألكسندر. كان ستيفان مستندا إلى المدفأة وفي يده كأس، فقال ألكسندر ملاحظا: أصبح هذا المنزل مريحا جدا يا ستيفان. أنا شخصيا لا أحب العيش في دير قديم، يجب أن يكون الإنسان عاطفيا ليظل في مهمة كهذه. أفضل أن أقتني شقة حديثة في وسط العاصمة. أنت دائما تتحلى بالذهن العملي. لا أعتقد أن أليس تشاطرك الرأي، فهي تعتبرني قرصانا، أليس كذلك يا أليسيا؟ للنجاح بالمهنة كالتي تمارسها لا يكفي أن يكون الإنسان مهذبا بل سفاحا على ما أظن. ضحك ألكسندر وقال: أنت مخطئة. نعم يجب أن يكون الإنسان عنيدا ليصبح سلطانا في الفندقية، لكنني أندهش كيف لم تكتشف الناحية العاطفية عند ستيفان. أنت الرسامة الماهرة والفنانة، لا تبدين كالسياح الوقحين الذين يحتلون بلادنا. بعض النساء يتمين بأحضان الرجال من دون حشمة أو حياء، ولا أعتقد أنك من هذا النوع يا أليسيا. والآن قولي لي، ما هي جذور اسمك الرائع؟ في الواقع أنا أدعى أليس، لكن ستيفان يحب أن يدعوني أليسيا، المرادف اليوناني لأليس، ولا أرى أي سبب في ذلك ما دمت إنجليزية ونصف إيرلندية. ولهذا السبب إذن عيناك زرقاوان خضراوان ورماديتان في آن واحد، أو بالأحرى عيناك بحريتان لأنهما تشبهان ألوان البحر. توقف عن الكلام فجأة كأنه كان يريد أن يقول شيئا وعدل عنه، لكن أليس عرفت أنه يريد أن يذكر لها شبهها الغريب بتمارا، ثم قال مبتسما: إن عينيك رائعتان حقا، تشبهان لون البحر في مختلف مراحله. ما رأيك بهذا المنزل المبني على صخر وكأنه يشبه النسر؟ إنه منزل غريب وموحش، لقد قمت ببعض الرسوم عن المنطقة لأخذها معي كذكرى.
سألها ستيفان بصوت متعجرف: هل كانت إقامتك حقا لا تنسى؟ أنا فرح لأنك تحملين ذكرى هذه الجزيرة معك. هل رسمت سيد المكان للمناسبة نفسها؟ لم أستطع رسمك كما يجب. نعم هذا صحيح، كلما حاولت أليس رسم وجهه كانت يدها ترتجف والنتيجة بدت رهيبة. أليس تملك الموهبة لرسم الوجوه ذي الملامح المتعلقة والشفاه الساخرة وعمق نظراته الحالمة والحزينة. قال ألكسندر: في نظري ليس صعبا رسم صورة ستيفان، هو الذي يتمتع بملامح ظاهرة. هزت أليس كتفيها وغيرت الحديث وقالت: هل كنت تقول الآن بأنك تفضل العيش في المدينة؟ أنا أعيش في المدينة. سألها ألكسندر بريبة: هل تحبين هذا النوع من الحياة يا أليسيا؟ الظاهر أنك لا تحبين الرفقة مثل ستيفان، هل أنا مخطئ؟ أجاب ستيفان ببساطة: الذي يسمعك يعتقد بأنني لست رجلا اجتماعيا، لكنني أعمل كثيرا وليس لدي الوقت للخروج. اعتدت على سماع هذا الكلام منك يا ستيفان، إنه عذره الوحيد والدائم يا أليسيا. اكتفى ستيفان برفع حاجبيه فصرخ ألكسندر قائلا: العمل من دون التسلية كالعيش من الماء والخبز فقط. أجاب ستيفان: أعتقد أن الإنسان يمل أيضا الحياة الصاخبة وبسرعة رهيبة، لكنه من الصعب أيضا إيجاد البين بين أو قضاء حياة متفتحة من دون توحش أو ذل أو انحطاط. ربما أفضل العيش مع الخبز والماء. قال ألكسندر: المهم ألا يعمل الإنسان بدون انقطاع أو يعيش كالناسك. ألا تخاف ألا يؤثر هذا الجو الذي يفوق الطبيعة داخل هذا الدير عليك؟ حتى ولو كنت برفقة امرأة. ما رأيك يا أليسيا؟ هل تجدين الجو ظالما وطاغيا وقلقا في هذا المنزل وهذه الجزيرة؟ لم أجد شيئا فوق الطبيعة، كما لا أؤمن بالقدرات السرية. صحيح أن ظلا على الجدار لن يجعلك تصرخين، لكن رجلا من لحم ودم ماذا؟ كوني صريحة. مثل كل النساء الوحيدات أخاف أن يهجم علي أحد، وليس سهلا عليك فهم مثل هذه الأمور لأنك رجل واثق من قوته. لكن مجرد التفكير بأن رجلا ما سيهجم علي وبعنف أشفل. أفهم جيدا، كما في مثل هذه الأحوال يمكن للمرأة أن يغمى عليها من شدة الخوف. هزت أليس رأسها حالمة وراحت تتخيل الحادثة في الزورق وعنف ستيفان ورغبته الواضحة في تعذيبها. فقط الإغماء عليها خلصها من براثينه. هل تلقى ستيفان جواب ألبرتا ويدرك الآن أنه عاملها ذلك اليوم بطريقة غير لائقة؟ حان موعد العشاء فجلس الثلاثة أمام الطاولة، وكالعادة كان الطعام شهيا، ودار الحديث حول العادات والتقاليد التي كانت سارية في الماضي والتي كان فيها على المرأة الخضوع الكامل. قال ألكسندر: عيناني جميلتان وأتخيلهما ظل وجه محجب، ما رأيك يا ستيفان؟ تصور أليس متحجبة وبشعرها الكستنائي وعينيها اللتين تشبهان الحجارة النادرة، لا شك أن الناس سيعتبرونها شرقية. شعرت آليس بالإحمرار يعلو وجهها، وبدلا من الرد بسخرية راح ستيفان ينظر إليها بقوة ويقول: هذا صحيح، لا يرى الإنسان كل يوم مثل هذا اللون من العيون البحرية. تتمتع آليس بعينين ساحرتين وغريبتين، أنا أشاطرك الرأي يا ألكسندر. ألا تذكرك؟ ترك ألكسندر سؤاله معلقا، فحمل ستيفان زجاجة الشراب بعنف نحو ابن عمه وقال له: هل تريد مزيدا من الشراب؟ وفي تلك الأثناء سمع صوت الكؤوس وهي ترن، وتضايرت الستائر مثل أشرعة نفختها الرياح، وصعد الدخان من المدفأة، وبعد لحظات دوى الرعد في أرجاء المنزل. قال ستيفان وهو يتأمل الحركة حوله: إنها العاصفة. رفع كأسه وقال: هل تخافين العاصفة يا أليسيا؟ أجابت بهدوء: ليس تماما، لكنني لم أرى في حياتي هزة أرضية. ولماذا تتحدثين عن الهزة الأرضية؟
أنا أكيدة بأنني رأيت ثريا تتأرجح، وأتساءل فيما لو... الهزات الأرضية تحصل أحيانا، لكن المنزل يحتوي على ملاجئ وكهوف متينة ومقنطرة، وفي حالة الخطر يمكننا أن نلتجئ إليها، لكن من الصعب التنبؤ بحدوث هزات أرضية إذا انفتحت الأرض فجأة تحت أقدامنا، قالت مرتعشة. أرجوك، لمجرد التفكير بذلك أشعر بالبرد في كل كياني. أتذكر الهزة الأرضية التي حصلت في تركيا والتي هزت العالم بكوارثها. رأيت الصور في التلفزيون، كانت شنيعة ورهيبة. نعم، الطبيعة بإمكانها أن تكون عدوة قاسية وصديقة حقيقية أيضا. الطبيعة لها جانب أنثوي مهم يجعلها قابلة للتغير باستمرار. لماذا؟ سأل ألكسندر. لماذا الطبيعة تعتبر أنثوية؟ لأنها تلد. الأشجار والنباتات وآبار النفط والبراكين كلها تأخذ جذورها ونبعها من الطبيعة. قال ألكسندر ضاحكا. وما دور الرجل هنا؟ الرجل هو الريح التي تحمل البذور، والمطر الذي يخصب الأرض، والشمس التي تنبت كل شيء. قال ألكسندر، بالنسبة إليك إذن، الرياح والمطر والشمس هي عناصر الخلق، إنها هي الفلسفة اليونانية البدائية. ثم أضاف وهو ينظر إلى أليس، ألم أقل لك أن ستيفان رجل عاطفي عنيد؟ إنه مثل أبولو. قال ستيفان بصوت لا مبالي، أترك لك هذا النوع من التسلية. من الأفضل أن يبدأ الإنسان شبابه بالطيش، أليس كذلك؟ من الجنون أن تنظر إلى الحب بهذه الجدية. وماذا تعني بكلامك؟ أنت تعرف جيدا ما أعنيه يا ستيفان. من الأفضل أن يعشق الإنسان بعد أن ينضج تماما، وعندئذ يحب بجدية. قطعه ستيفان بلهجة ساخرة وقال، مثل العنب بالضبط، ومن الخطر أن نرفع الفتاة إلى الأو. قطعه ستيفان قائلا قبل أن يتم، وماذا تريد أن تقول يا ستيفان؟ تقوقعت أليس في مقعدها، فالرعد يدوي في كل أنحاء المعمورة. تجرع ألكسندر من كأسه وقال، من المفروض أن تعرف جيدا ما أريد قوله. كنت دائما تعتبر تمارا فتاة مثالية، لكن هذا الملاك الصغير لم يكن أفضل من غيره، وأنت تعرف ذلك. بالمناسبة، لم تكن تمارا تخاف من مغازلتي. نظر ستيفان إلى ألكسندر نظرة هجومية وقال، أنت تكذب وتكذب بوقاحة مريرة. أبدا، عليك أن تنظر إلى الحقيقة بصورة مباشرة. كانت تمارا عادية جدا، تحب التسلية كالجميع. كانت سعيدة لأنك كنت تعتبرها مميزة، وكانت فرحة أن تتزوج من شاب جذاب وطموح، لكنها في الوقت نفسه كانت تحب أيضا أن أغازلها. إذا كان ما تقوله حقيقة، لماذا انتظرت طويلا لتحدثني بالأمر؟ لم يكن هناك سبب لذلك. ولماذا تجد الآن سببا؟ لأن أليسيا موجودة هنا، ربما لأنك تتخيل أمورا غير صحيحة. هذا أمر طبيعي، وتريدنا أن ننجذب لبعضنا قهرا. اسألها رأيها أرجوك، وستقول لك بأنني أخي رجل تحلم في الوقوع بحبه. نهضت أليس وقالت لستيفان، ماذا لو نقوم الآن بزيارة السقفيات؟ كانت أليس تشعر بالذعر تجاه كلام ألكسندر. مسكين ستيفان، هو الذي عشق خطيبته حتى العبادة ووصفها بكل الفضائل الممكنة. يا خيبة الأمل، كم هي قاسية ومؤلمة. دفع ستيفان كرسيه وأجاب، فكرة حسنة، هل تأتي يا ألكسندر؟ أجابه ساخرا، إذا سآتي إذا لا مانع لديكما. كفى أرجوك، اعتبر نفسك محظوظا أنك لم تتلقى ضربة مني على وجهك، لأنني قلت لك الحقيقة. أرجوك لا تتعود على رفض النظر أو الاستماع، انظر إلى الأشياء كما هي. تبا لك أيها الأحمق، أنت تعرف محبتي لك، وأرجوك أن تفهم الحقيقة حتى ولو كانت قاسية. كانت السقفيات المقنطرة شاسعة ومثيرة للنظر، تشبه الكهوف. الزجاجات والأواني تحت شبكة العنكبوت. تناول ستيفان مجمع تين وقال للفتاة،
تذوقي مربى التين هذا، كان رائعا حقا. صحيح أن الرهبان كانوا يعيشون بعزلة عن العالم، لكن ثروات الحياة الطبيعية كانت كلها في متناول الأيدي. قال ستيفان بسخرية: سأروي لكما قصة ذكرني بها هذا الجو الكهفي. إنها قصة زوج خانته زوجته فقرر الانتقام فوضع في قهوة عشيقها المخدر. اسمع يا ستيفان، لن نتشاجر من أجل قصة كهذه، إنه الماضي. ألا ترى لو عرفت أنك ستنزعج لكتمت عليك الحقيقة؟ لكان ذلك أمرا عاقلا. هل تلوم نفسك يا ستيفان لأنك لم تكن غنيا في الماضي كي تتزوجها، ولأنها اضطرت إلى إيجاد عمل لها في منزل بعيد كي تكسب معيشتها؟ قال ستيفان ساخرا: أرجوك ولا تلعب دور المحلل النفسي أيضا، أنت تعرف كيف تحصل هذه الأمور في القرى. كان مفروضا على الخطيب أن يؤمن لخطيبته سقفا قبل أن يسمح له بالزواج منها. أنا ذهبت إلى إنجلترا ودرست هناك الدروس الفندقية، وهي ذهبت لتعمل كخادمة أطفال في منزل ديمسكينوز. وعندما كنت ما أزال في إنجلترا علمت بوفاتها، فجئت في الحال شاعرا بالذنب لأنني هجرتها. ربما كان من الأفضل أن أختطفها بالرغم من... لم يكمل كلامه بل أمسك أليس بمعصمها وقال: تعالي البرد قارس هنا، أراك ترتجفين بردا، لنصعد قرب المدفأة. ولما أصبح الجميع في الصالون وضع ستيفان الموسيقى، وجلست أليس في مقعد مريح مسترخية تسمع إيقاع البوزوكي والذي يعبر عن الفرح والألم معا. كانت تنظر إلى ستيفان الواقف قرب النافذة، كان مأخوذا بالموسيقى، لكنه لا شك أنه كان يفكر باستمرار بحبيبته اليونانية والتي كان يعتبرها القداسة بحد ذاتها، بينما كانت تغازل من خلف ظهره صديقا له أقل احتراما منه، الملاك الساقط. وفكرت أليس فجأة بأن تمارا ربما كانت تشبه ألبرتا، أي مثلها، كانت تحب أن تلعب بالنار. ومن طرف عينيها رأت يد ستيفان تتقلص في جيبه فانعقدت حنجرتها. لا شك أنه استلم برقية ألبرتا، لماذا يريد إرجاء هذا الخبر مطولا؟ هل ينتظر أن يكون وحده معها؟ نعم من دون شك، لا يريد أن يعرف ألكسندر حقيقة مغامرتهما. من وقت إلى آخر كان الرعد يقصف في أرجاء الدير حاجبا بضجته القوية صوت الموسيقى. ماذا يحدث في حال وقوع هزات أرضية؟ هل تنهمر القلعة على البحر؟ توقفت الأسطوانة، الرجلان يدخنان بصمت، فقد دوي الرعد وتكتكة الساعة. تفاءب ألكسندر ونهض واقفا وقال: الهواء البحري يدفعني إلى النعاس، سأذهب إلى النوم، هل بإمكاني أن أقودك إلى غرفتك يا أليسيا؟ قال ستيفان بصوت هادئ: لو سمحت لدي شيء سأقوله لأليسيا على حدة. إذن تصبحين على خير يا أليسيا، آمل ألا تمنعك العاصفة الساخبة من النوم. تصبح على خير يا ستيفان. اختفى، فرفعت أليس نحو ستيفان عينيها المليئتين حذرا. اقترب ستيفان ببطء نحو المدفأة ورمى سيجارة فوق الحطب المشتعل ونظر إلى أليس بوجه قاس وقال: تعرفين ولا شك لماذا أريد أن أكلمك على حدة. قالت بصوت مخنوق: استلمت الجواب أليس كذلك؟ أحنى رأسه وأخذ من جيبه ورقة زرقاء وأعطاها لها، فتحتها بيدين مرتجفتين واتسعت عيناها وهي تقرأ: المذكور ديمسكينوز غير معروف مني ومن زوجي، محبة ألبرتا. ماذا عندك للتعليق على هذا؟ صرخت قائلة: ألبرتا، ألبرتا تكذب، لا شك أنها تخاف من غيرة زوجها. في الماضي ابتعد عنها لشدة تعلقها بالرجال ولا تريد أن يحصل هذا الأمر مجددا، ولهذا السبب تنفي معرفتها لديمسكينوز. أرجوك أن تصدق كلامي يا ستيفان، لم تفكر أبدا أن هذه الكذبة ستدمر حياتي. هذه الكذبة، لماذا ادعت أختك أنها تدعى أليس أمام ديمسكينوز؟ وما دامت تحب المغامرة، لماذا هجرت ديمسكينوز الملياردير من أجل مزارع بسيط؟
لأنها أدركت في الوقت المناسب بأنها تحبه. ألا تخجلين من التستر وراء أختك لمحاولة التخلص مني؟ أنا آسف يا عزيزتي، لكن حيلتك لن تخدعني. لو قلت لي الحقيقة لتركتك تذهبين وشأنك. أما الآن فلم يعد ذلك واردا على الإطلاق. أنت إذن الفتاة نفسها التي أتت إلى اليونان لتبيع نفسها لرجل ثري حقير. تناول البرقية من يدها بقوة ورماها في النار بقوة، ثم أضاف: أنا أيضا أملك المال وأكثر من اللزوم لإرضاء رغبات فتاة مرتزقة مثلك. مرتزقة؟ لا يحق لك قول مثل هذا الكلام، أبدا لم. قال باحتقار: لا تعرفين النطق إلا بهذا الكلام، لم تفعلي شيئا، أنت فتاة عاقلة ومسكينة. تحملت في شبابي أن أنخدع أمام تحفظ المرأة ولطفها، لكن السذاجة لا تليق بي الآن بعد هذا العمر أبدا، ولن يتمكن أحد من خداعي بعد الآن. أعدك يا أليسيا. اقترب من أليس فرجعت إلى الوراء فأمسكها بكتفيها بقسوة، فأصدرت صرخة ذعر وحاولت التخلص منه. تمزق ثوبها من ناحية الكتف فقالت لاهثة: انظر انظر ماذا فعلت، أنت رجل قبيح وكريه. هل ستبكين الآن من أجل ثوب تافه؟ سأشتري لك العشرات منه. جذبها بقوة بين ذراعيه القويتين وقال: كدت أصدق بأنك فتاة صادقة، وأبت أندم لما فعلته بك أو حاولت فعله. راقبتك في هذه الأيام الأخيرة وأنت ترسمين على الشاطئ وتتنزهين في المنزل وتتنشقين أزهار حديقتي، وكأنك أليس في بلاد العجائب، كما اعتقدت بأنك فتاة بريئة لا تفكر لحظة أبدا في أن تبيع نفسها لرجل كريه مثل ديمسكينوز. نظر ستيفان في عينيها مباشرة وأضاف يقول: آه منك، لقد خدعتني بنظراتك المتحفظة. سأريك نجوم الظهر، سأتزوجك إذن، لأن ديمسكينوز لم يعد يريدك. في كل الأحوال لقد تركك. بعد هذا الخطف سيستنتج بنفسه النتائج التي تفرض نفسها. وبينما كانت تتخبط في محاولة للتخلص من قبضته راحت تقول: كيف يمكنك أن تتكلم عن الزواج عندما تكرهني إلى هذا الحد؟ لأنني أرغبك وأريدك وهذا يكفي. أصبح عليها أن تبذل كل جهدها كي تعارض هذا الزواج الخالي من الحب. ستيفان لا يحبها ولن يحبها أبدا، فضلت تصديق رواية ألبرتا على حكايتها. بالنسبة إليه ليست سوى فتاة تشترى، فقرر أن يشتريها فقط لا غير. لا جدوى في أن تقاومين يا أليسيا، أنت لي. نحن إنسانان تعبنا من العيش في الوحدة الرهيبة، ومن الأفضل أن نعيش معا. أنت تحبين منزلي ولا شك هذا ما أشعر به، وبإمكانك أن تجعليه منزلنا بما في الكلمة من معنى. أعتقد أن خادمتك كافية لأن تقوم بإدارة هذا المنزل على أحسن وجه. ضمها بقوة إليه وقال: لم ألتقي أبدا بامرأة مثلك، وأتساءل أحيانا إذا كانت الطريقة الوحيدة لقهرك هي في الحصول عليك بفظاظة حتى ولو صرخت وأغمي عليك. شعرت أليس بأنفاسه فوق خدها، فجأة أحنى رأسه وعانقها بنعومة وقوة وهمس قائلا: آه كم هو عظيم امتلاكك هنا الآن على هذا البساط. نعم سأفعل ذلك إذا ما استمريت بالارتجاف مثل هرة غاضبة. كلما حاولت لمسك ومداعبتك. آه يا ستيفان، لم أعد قادرة على المقاومة، أنت عديم الشفقة. أعرف بأنني سأخسر وأنت ستكون الرابح. هذا ما كنت أتمنى أن أسمعه من فمك. عانقها بحنان فتجاوبت كغريقة إلى أن همس قائلا: حسنا أرى تحسنا ملموسا لم يغمى عليك. عندما تنسين عقدتك يا أليسيا الصغيرة تصبحين امرأة في كل ما في الكلمة من معنى. خطبتنا لن تدوم كثيرا، أريد وصمك بوصمتي. تعالي إلى مكتبي، لدي كل ما يلزم في خزانتي. أمسك بمعصمها فخطت خطوة إلى الوراء وقالت: لا داعي لذلك يا ستيفان. بلى أنا آسف لثوبك الممزق، قريبا ستملكين الملابس بغزارة والحلي العديدة. لكنني لا أريد شيئا. نظرت إليه بتوسل وقالت:
الشيء الوحيد الذي أطلبه منك هو أن تصدق كلامي، هل هذا معقول؟ هذا أمر غير وارد على الإطلاق. جرى داخل البهو وسط البرق والرعد وأدخلها بقوة إلى مكتبه. على الطاولة الملبسة بالجلد تمثال برونزي نصفه الأعلى بشر ونصفه الأسفل ماعز، يعزف على العود وهو يلاحق الحوريات. كبس على زر فأزيحت اللوحة المعلقة على الحائط وظهر باب خزنة حديدية. كل شيء يبدو خرافيا للفتاة الواقفة قرب الطاولة. هل هذه مشيئة القدر أن تعود أبدا إلى شقتها اللندنية حيث أمضت ساعات طوال في الوحدة الثقيلة؟ من الآن فصاعدا ستصبح ملكا لهذا الرجل الجذاب والذي يعاملها كشيء يملكه. لا تستطيع التصديق بأنها ستصبح زوجته. تقلصت عندما رأته يحمل في يده صندوقا جلديا صغيرا. رجعت إلى الوراء فراح يحدق بها بسخرية ويقول: عادة المجوهرات تثير النساء، لا تدعيني أعتقد بأنك لا تبالين بهذه الهدية. هزت كتفيها قائلة: تنقصني الخبرة، لم يسبق أن أهداني أحد الحلي أو المجوهرات. فتح الخزانة بحركة جافة فلمعت الحجارة النادرة الخضراء المعلقة بالسلاسل الذهبية، عقد وإسوار وخاتم. حبست آليس أنفاسها أمام هذه الروعة فسألها: ما رأيك بهذه الزمردات يا عزيزتي؟ حمل العقد بيده ولمعت حبات الزمرد على ضوء المصباح. إنها أفتح وأجمل من الزمرد العادي وستليق بك جيدا لأنها تتناسق ولون عينيك. رمقته آليس بنظرة عدائية وقالت: تريد أن تقول تليق بعيني تمارا، هذه الحلي تخصها. قال بصوت بطيء: تمارا ماتت وهذا الزمرد لك الآن يا أليسيا، هيا خذي الهدية من دون تصنع، ربما تخفف من برودتك. نظرت إليه أليس بصمت، كادت أن تحتج وأن تقول له بأنه مخطئ تجاه أحاسيسها وأنه يثيرها كثيرا، فردد يقول: هيا. احمرت خجلا وهي تلمس المجوهرات بأصابعها الباردة المرتجفة ثم همست: لقد لا تطلب مني المستحيل، لا يمكنني أبدا أن أحل مكان فتاة راحلة. وضعت العقد على الطاولة وولت هاربة كالمجنونة. وبينما كانت تنزل بدا السلم يتأرجح تحت قدميها مثل جسر سفينة، فاندفعت إلى الأمام متمسكة بدرابزين السلم والأرض تستمر في الارتفاع كالأمواج الهائجة تحت حذائها الخفيف. هزة أرضية، ضجة مرعبة دوت في أذنيها وانقصاف قوي لفت نظرها. فتحت فمها لتصرخ لكن لا شيء خرج من شفتيها. السقف تصدع ثم انشق والسلسلة التي تعلقت بها الثريا بدأت تتفكك. بعد قليل ستقع عليها. ظهرت لكنها شعرت فجأة بانشداد إلى الوراء بعنف كبير فخطفت صرخة ألم وسقطت الثريا على الأرض محدثة دويا رهيبا. الأيدي التي خلصتها من موت أكيد دفعتها إلى ممر مقنطر. فتقوقعت آليس من الخوف وشدت نفسها إلى مخلصها. الدير يتأرجح على ركائزه والأرض تنشق والماء يتصاعد من الأنابيب المحطمة. الحجارة تنهمر من الجدران وتسقط محدثة غيمة كثيفة من الغبار. الأثاث ينقلب مفرقعا فتتناثر محتوياته على الأرض المليئة بالأنقاض. وفي هذه المعمعة كان ستيفان بالنسبة إليها عوامة الإنقاذ تتعلق به بشدة. فجأة وعلى بعد متر واحد منهما انشقت الأرض مبتلعة خزانة محفورة. أطلقت آليس صرخة رعب، حملها ستيفان وجرها بعيدا خلف جدار سميك وتمدد فوقها كدرع ليحميها. ووسط هذا الانهيار أدركت آليس أمرا حتميا، رغبتها الوحيدة أن تكون مع ستيفان وأن تبقى معه حتى ولو لم يحبها كما أحب تمارا. تشجعي يا أليسيا، الهزة الأرضية ستنجلي قريبا كأنها نهاية العالم، أليس كذلك؟ كانت ترتجف كورقة بالرغم منها لكنها لم تكن خائفة لكونها مضمومة إلى صدره. فجأة سمعا صوت امرأة. تقلص ستيفان استعدادا للنهوض فتمسكت به آليس متوسلة: لا أرجوك يا ستيفان لا تتركني. بدأت الهزات تتباعد والضجة تخف تدريجيا ثم ران الصمت.
صمت غريب تتخلله فرقعة القرميد والحجارة التي تنحدر من السقف والجدران. عادت الأرض إلى جمودها. فجأة رأى ستيفان دخانا يتصاعد من باب الصالون، فانتفض واقفا وأسرع باتجاه الدخان، فلحقت به أليس. لهب النار يتصاعد. تناول ستيفان الستائر المرمية أرضا ليحاول إطفاء الحريق بها، أما أليس فراحت تحاول بقدميها إطفاء اللهب الآخذ بالامتداد. صرخ بها قائلا: انتبهي إلى فستانك وإن امتدت النار إليك. رفعت أليس تنورتها الواسعة ومزقت ثوبها وأسرعت لتجلب إبريق الماء الموضوع على الطاولة وأفرغت محتوياته فوق اللهب. التقطي هذا. كان ستيفان قد انتشل الستائر بقوة ورماها صوب أليس. أخيرا تمكنت أليس من إطفاء النار بعدما امتلأت عيناها بالدخان والغبار، ثم أسندت ظهرها إلى الباب متعبة وراح الدمع ينهمر على خدها. يا إلهي يا إلهي، ين هذا المنظر وهذا الخراب. ربت ستيفان على كتفيها وقال: لا أهمية لذلك أليسيا، كل شيء يمكن تعويضه، لكنني قلق لما يمكن أن يكون قد حدث لبقية سكان المنزل. هل سمعت الصراخ أنت أيضا؟ خذي معي سترتي. قطعته من دون مناقشة وتبعته، وما إن وصلا إلى أسفل الدرج حتى شاهدا ألكسندر مدمع الوجه ومستندا على الدرابزين. صرخ ستيفان قائلا: هل من أمر خطير؟ كلا، جرح بسيط. ماذا جرى فوق؟ سمعت صراخ امرأة، هل أصيب أحد بجروح؟ كلا، إنه صراخ الخوف. ظهرت فجأة الخادمة وابنة أخيها هيلدا المنهمرة في بكاء مرير، فقالت كاترينا بهدوء: كل شيء على ما يرام يا سيدي، تمددنا تحت السرير عندما بدأت الهزة، أما هيلدا فخافت وهرعت إلى الممر، كان شيئا مخيفا للغاية. شرح ألكسندر قائلا: جزء كبير من السقف سقط مدمرا الغرفة العاجية كلها، إن الأفضل لنا أن ننزل إلى الكهف في حال عادت الهزات من جديد. المولدة الكهربائية لم تصب بأي ضرر مما جعل الكهرباء تشتغل. أضاء ستيفان المكان وتدريجيا بدأ العمال الذين يسكنون المنزل بالظهور الواحدة تلو الآخر شاحبي الأوجه كالأشباح. وبعد لحظات من الذعر الصامت أدرك الجميع أنهم نجوا، فانطلقت صرخات الفرح وانهمرت القبل إلى ما لا نهاية. أخيرا قال ستيفان بصوت آمر: علينا الآن البدء بالتنظيم، أولا احتساء قهوة جيدة ساخنة لنستعيد قوانا، ثم علينا أن نمسح الأرض لإزالة المياه المتراكمة. وأنت يا ميركيلوس ستأخذ مصباحا وترافقني إلى الكهف. علينا أن نقفل مصدر الماء الأساسي وإلا غرق المنزل. همست أليس بصوت ناعس موجهة الحديث إلى الخادمة: هذه الغرفة العاجية، كل شيء فيها تدمر، لم يبقى حقا شيء. هزت كاترينا ابنة أخيها المذعورة والجامدة وقالت لها: هيا يا هيلدا، انتهى كل شيء الآن ونحن كلنا أحياء، عودي إلى رشدك. قال ستيفان متفحصا الفتاة: انتبهي، لقد حصلت للفتاة صدمة قوية وعليها أن تتمدد قليلا. قالت هيلدا متلعثمة: أنا كل شيء على ما يرام، لم يبقى شيء من غرفتها، لم يبقى شيء يا سيدي، رحمها الله. قالت كاترينا: هدئي من روعك يا هيلدا، لا تعرفين ما تقولين. قال ألكسندر وهو يبحث عن ستيفان بنظره: بلى، إنها تتكلم عن الغرفة العاجية. بالفعل هذه الغرفة اختفت كالشبح. ران صمت ثقيل، الكل يحدق في ستيفان لمحاولة قراءة أفكاره، لكن لا شيء ظهر على وجهه القاتم. أخيرا قال بصوت حازم: لنشكر السماء أننا نجونا جميعا من هذه الكارثة. كاترينا حضري لنا القهوة، وأنت يا أليس أرجو الاهتمام بهيلدا.
ومن دون كلمة أمسكت أليس الفتاة بذراعيها وأخذتها إلى الصالون، مددتها على الأريكة بعد أن أزالت عنها الغبار، ثم توجهت إلى غرفة الطعام وسكبت لها شرابا مقويا وعادت قربها. فراحت هيلدا تقول: سيدي رجل لطيف ومحب، وكلنا نريد سعادته. منذ مجيئك يا آنسة ونحن نتمنى أن تبقي معه. العيش في الماضي أمر غير صحي. تدمرت غرفتها كليا، وهذه إشارة أكيدة، أليس كذلك؟ السرير، الصورة، الآنية الفضية على منضدة الزينة، والخزانة، كل شيء تحطم إربا. عندما يرى سيدي ذلك سيصاب بالدهشة والذعر. لكن يا هيلدا لم يصب أحد بأذى، وهذا أهم ما في الأمر، وهذا ما قاله ستيفان بنفسه. الأثاث والحجارة كلها يمكن التعويض عنها. أخيرا قررت أليس البقاء في الجزيرة، فهي تحب ستيفان بصورة أكيدة، لكنها أكيدة أيضا بأن ستيفان لا يشاركها هذا الحب. وفي هذا اليوم والأيام التالية اهتم الجميع بإعادة الأمور إلى طبيعتها. أرسل ستيفان وراء متعهد بناء من أثينا مع فرقة عمال للسهر على ترميم المنزل بصورة جيدة. لا أحد ذكر الغرفة العاجية المتلفة المفتوحة للرياح كالجرح العميق، وألا تعمل بنشاط مع الموظفين مسرورة لانشغالها جسديا وعقليا. الهزة الأرضية دمرت عددا كبيرا من المزارع، بعض الحيوانات اختفت أو لاقت حتفها، لكن لا ضجة في كل الجزيرة. فقد بعض الجرحى الذين توجهوا إلى إحدى مستشفيات العاصمة اليونانية ورافقهم ألكسندر. وجدت أليس نفسها وحيدة من جديد مع ستيفان، وذات يوم عثرت على المجوهرات المصنوعة من حجارة الزمرد على طاولتها قرب السرير. في المساء ارتدت الأساور، وبعد العشاء ذهب معا للتنزه في المروج. توقف ستيفان تحت شجرة حامض وأخذ أليس بين ذراعيه، فلم تقاومه فتعانقا بحب. ثم قال ستيفان وهو يداعب شعرها الطويل: لقد فهمت ماذا أريد على ما أظن. نعم أريد امرأة محبة وراضية. نهار السبت سترافقينني إلى حضور عرس ابنة أكيلو، سيكون تمرينا لعرسنا. عندنا الزواج تكريس محترم، ستكونين لي كليا لا قيود ولا شروط. إنها العدالة، الزواج وعوضا عنه هذه المجوهرات الفاخرة. قالت لي كاترينا أن على الفتاة المخطوبة أن تجلب مهرا لزوجها. أنا لست غنية يا ستيفان وأنت تعرف ذلك، ولن أملك جهازا مطرزا. القليل الذي أملكه متواضع للغاية، وهذا أمر غير مرغوب به هنا. مهرك هو عذريتك. كيف بإمكانك أن تكون متأكدا من ذلك؟ رفضت أن تصدق كل كلمة قلتها لك، ولماذا تصدق براءة فتاة إنجليزية في 24 من العمر؟ أقرأ ذلك في عينيك، في تصرفاتك. عديني بأن لا ترفضي لي شيئا يا أليسيا. عانقها من جديد فأغمضت عينيها ناسية كل ما يحيطها. ارتعشت فجأة فاعتبر أنها انزعجت من مداعبته فتركها وقال: ستصبحين لي يا كنزي وسأعرف كيف أذيبك، أعدك بذلك. لم يعرف بعد بأنه أذاب قلبها حتى الآن، وببطء أخذ طريق المنزل. افترقا في أسفل السلالم، وفي منتصف الطريق التفتت إليه. كان واقفا من دون حركة، كادت أن تنزل من جديد وتنسى كبرياءها وخجلها وترجوه أن لا يرى فيها انعكاسا لفتاة ميتة، بل أن يحبها لذاتها. وفي هذه اللحظة استدار واختفى في الظل. تجهم قلبها وأكملت صعودها. لا شك أنه ما يزال يعتبرها قابلة الزواج منه من أجل ماله فقط، ألن يثق بها أبدا؟ ولما مرت أمام الغرفة العاجية رأت الخراب وتساءلت أليس: هل كان حب تمارا صادقا؟ إلى من كانت تشير ذلك اليوم على الشاطئ المشمس؟ إلى ألكسندر المتشكك؟ لمست أليس الأساور ومدت ذراعها كأنها تريد للشبح أن يرى الزمردات، وكأنها تريد أن تقول: أنه لي، هل فهمتي؟ سأفعل المستحيل كي ينساك يا تمارا، أقسم لك بذلك.